بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم الشريط السادس من أشرطة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة للشيخ أحمد القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اجعل حياتنا حياة الطيبين. أسألك لي ولجميع المسلمين حسن الاعتقاد، ونور اليقين، وحلاوة الإيمان، وبرد الرضا، وبركة الدعوة، وإجابة الدعاء، وصلاح العمل، وإخلاص النية، وأنس الذكر. اللهم كما صنت جباهنا عن السجود لغيرك، فاحفظ أيدينا من أن تمتد لأحد سواك. اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقياك. متعنا بإيماننا وقرآننا وإسلامنا وإخواننا وأولادنا. اللهم نسألك أن تجعلنا بفضلك وبرك ورحمتك والمسلمين ووالدينا ووالديكم في الفردوس الأعلى. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اجعل موتنا شهادة، ودماءنا مسكا. آمين. فرج عن إخواننا المأسورين والمسجونين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وانصر المجاهدين، واجبر القلوب المنكسرة. رحماك بالأطفال اليتامى المشردين من أرض فلسطين والشام وأفغانستان والمسلمين. رحماك بالنساء الثكالى والشباب الحيارى. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها خليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم إنا نسألك أن تجعل شتاتهم دولة، وضعفهم قوة، وذلهم عزة، وخوفهم أمنا، وفتنتهم ثباتا، وفرقتهم جماعة ورحمة، وأن تجعل يأسهم رجاء، وقنوطهم رحمة.
يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي إني أحبكم في الله. من خلال دراسة القرآن تبين أن البلاء موكول بالمنطق وبالكلام. من دروس القرآن أن الإنسان يتكلم بكلام فيبتليه الله من هذا الكلام. فهذا الرجل له جنتان، نخيل وأعناب وبينهما نهر، ثم دخل هاتين الجنتين فنظر فرأى ما فيهما من خير ونعمة فلم يشكر، وإنما قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لما تكلم بهذا ونطق نزل القدر، فكانت النتيجة بسبب هذا المنطق المعوج وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أحبتي في الله، وهذا من خلال دراستك للقرآن يتكرر هذا المعنى. فهذا قارون لما نطق وقال: إنما أوتيته على علم عندي، خسف الله به وبداره الأرض. هذا فرعون لما كذب على موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما دعا فرعون وملئه، فرعون وملأه لما دعاهما قابل الدعوة بالجحد والكفر والتآمر، ومن صور التآمر أن نطق فرعون بالكذب على موسى. ماذا قال؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وموسى عليه السلام ما أراد أن يخرج فرعون وملأه من مصر أبدا، ولا خطر في بال موسى بالمرة. موسى يريد أن يستخلص هذا الشعب المستضعف بني إسرائيل، إما أن يعفيهم فرعون من العبودية والذل والاضطهاد فيتمون في مصر، أو أن يسري فيهم بالليل ويستنقذهم إلى أرض أمان. لكن أنه يخطط بحيث يخرج فرعون من عرشه ومن أرضه ومن قصره، ويخرج الوزراء والأمراء. ما هذا؟ ما أراد ذلك موسى. لكن من الذي وجه هذه التهمة وكذب بها؟ فرعون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، واعتبر الرسالة التي نزلت من الله سحر. فالله سبحانه وتعالى ابتلاه من منطقه، إذ قام فرعون أهو نفسه وطلع الأمراء والوزراء وهامان وجنودهما أجمعين من أرضهم، إلى أن دخلهم البحر، أطبق الله عليهم البحر وماتوا كلهم. إذن البلاء موكول بالمنطق. وهذا أحبتي في الله يجعل المسلم دائما يحذر من الكلمة التي تخرج من فمه فيتورط بها أمام الله. وسأذكر لكم قصصا من الواقع. حكى لي رجل من رجالات الكويت، وهو رجل فاضل نحسبه كذلك، ولا يزال بفضل الله
حي يرزق، نسأل الله أن يمتعنا ببقائه. الأب عبد الله بدي يقول هذه القصة: كنت في يوم من الأيام في دكاني في وقت الظهيرة، وقد أغفل الناس دكاكينهم إلا أنا، وإذا برجل يأتي يلهث في شدة الحر، وقال: يا أخي يرحم الله والديك، إن رمضان أقبل علينا، وأنا أعرف صاحب هذا الدكان وصاحب هذا الدكان وصاحب هذا الدكان، الدكاكين المغلقة، وهم في كل عام يقرضونني مالا أشتري به مؤونة رمضان، ولكن جئت الآن في الظهر كما تشاهد وليس في السوق غيرك، ألا أقرضتني مبلغا أتزود به في شهر رمضان؟ وكما تعلم الصيام والأولاد والنساء، وأخذ يعدد له. وهذا عنواني، يقول: فأنا شرطي في مخفر الفروانية، وهذا تليفون المخفر. طبعا هذه القصة قديمة لكنها واقعية. فإذا أردتني أن أقضي لك هذا الدين اتصل بي في مخفر الفروانية، تجدني شرطي فيه، أعمل، آتيك وأسدد الدين. فهذا الرجل قال له: يعني كم من الوقت يكفيك حتى تسدد الدين؟ قال: بس شهر رمضان، بعد رمضان أسدد الدين إن شاء الله. قال: تفضل. أخذ المبلغ وعطاه. ومر شهر رمضان ولم يأتي، فقال: لعل مصاريف العيد هي التي منعته من تسديد الدين. فانتظر حتى مر العيد ومر شهر شوال كله فلم يأتي. قال: لماذا لا أتصل بالمخفر؟ لعل الرجل نسي، أذكره. فبحث عن الرقم بين الأوراق فوجده واتصل: السلام عليكم. هلا. طبعا كما تعرفون أن الشرطة في المخافر دائما ردهم جافي إلا من رحم الله، لأنهم كثرة ما تأتيهم من مشاكل، فتركبت ألسنتهم مساكين هذه التركيبة الجافية. وش تبي؟ قال: فلان ابن فلان عندكم؟ قال: هي عندنا. وش تبي فيه؟ قال: يا ابن الحلال روح ناده قل له فلان يبيك. قال: نادي هو في النظارة عندنا محبوس، شلون نادي؟ هذا مجرم. قال: بس هو يقول انه شرطي. قال: ابد، هذا مو شرطي، هذا من اهل الجهرة، نصاب حيال يحتال على الناس وينصب عليهم، وضبط بالجرم المشهود في منطقة الفروانية وحبسناه، وبكرة راح نوديه إلى النيابة. قال: عجيب. قال: نعم. يقول الرجل: فركبت سيارتي لأتابع القضية، ودخلت المخفر واستقبلني الضابط أحسن استقبال، وقال: ما الذي جاء بك؟ قال: فأخبرته بالقصة. قال: فوضع الضابط يديه على رأسه وقال: الله أكبر، والله يا حج غدا سنرسله إلى النيابة، وهذا ليس من الشرطة ولا من موظفين المخفر، بل هو من أهل الجهرة، وعطاك رقم المخفر في الفروانية حتى يبعدك عن منطقته بالمرة، لكن أبى الله إلا أن يحقق له ما قال. هو ما قال له يوم تسلف قال: تلقاني في الفروانية هشتغل. الله سبحانه وتعالى استجاب كلمته التي قالها لسوء نيته، وارتكب سرقة في ذلك اليوم، فألقوا القبض عليه وحبسوه في المخفر، فوجده صاحب المال في المخفر كما قال.
يقول: فقلت أدخله علي، فأحضروه من النظارة، وقال له الضابط: تعرف هذا؟ قال: فلما نظر إلي تغير وجهه، قال: نعم، هذا بن حلال، جزاه الله خير، أعطاني معونة قرض حسنة. قال له: وليه كذبت عليه؟ قال: والله أني من سوء نيتي، لكن الله سبحانه وتعالى فضحني من كلامي، أنا أردت أن أبعده عن منطقتي، وقلت له استهزاء وسخرية به، وظننته من المغفلين ساعتها بأن تلقاني بالمخبر، وإذا الله سبحانه وتعالى يقدر أن يلقى علي القبض وأحبس في مخفر الفروانية كما قلت. يقول: فقلت للرجل: خلاص أعيدوه إلى نظارته ليأخذ القانون ومجراه. يقول: فأخذت العبرة، يقول: تركت المال له ما طلبت، واكتفيت بدفاع الله عني ونصرة نيتي الصادقة، وأخذت العبرة من خذلان نية هذا الإنسان، وكيف أن الله كشفه وفضحه وحقق ما قال فيه. وهذه حقيقة أيها الأحباب ثابتة، فليحذر الإنسان من زلقات اللسان، فإن البلاء موكول بالمنطق، ورب كلمة قالت لصاحبها: دعني دعني لا تتكلم بي، فإن حتفك بي وأنت لا تدري. تفكروا في هذه القصة كثيرا، ستجدون فيها من العظات والعبر، وهذه موجودة في القرآن وموجودة في السنة تتكرر، ولكن بمعاني أخرى وبحوادث أخرى. قصة ثانية أجد أيضا نجد لها في كتاب الله دليل، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكاد هذه الآية تطارد كل إنسان أينما كان، إن غير نيته من خير إلى شر جاءه الشر، ولو بذل كل الأسباب لتفاديه طال الزمان أو قصر، وإن غير نيته من شر إلى خير جاءه الخير ولو لم يحسب له حساب طال الزمان أو قصر. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذه الآية من الثوابت، فالقرآن حق ثابت، ميزان مضبوط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القصة، هذه القصة حدثت في فلسطين، كما أن القصة الأولى حدثت في الكويت. هناك رجل فلاح، وأهل فلسطين أهل الأرض المباركة كما قال الله عن الأقصى وما حول الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الأرض المباركة ولا تزال مباركة، يعني أحسن الثمار وأحسن البرتقال وأحسن الزهور وأحسن الخضروات وأخصب الأرض هي تلك الأرض، يستمتع بها الخبثاء اليهود، نسأل الله أن يحرر فلسطين والأقصى، آمين. فلاح من أرض فلسطين، والناس يعني أيام الاستعمار الإنجليزي كانوا فقراء، الاستعمار الخبيث يحرص كل الحرص على أن يسيطر على موارد الرزق، يحتكرها. هذا الفلاح كما أنه محارب في أرضه، ما كان يملك قيمة البذور والحبوب، فذهب إلى أحد التجار الصالحين، وكانوا يتعاملون بالجنيه الذهب، فقال له: أنا فلاح فقير وأريد أن أشتري غلة وأحرث الأرض وأبذرها، وأنا لا أملك المال، فأقرضني
بعض الجنيهات الذهبية وأردها بعد عام عند حصاد الحب. وكان الناس في الماضي يتعاملون بالثقة والكلمة، حتى ما كانوا يعرفون الصكوك ولا يعرفون الأوراق، لأن خلاص يعني قال الكلمة يأخذها محل الصدق والثقة، والناس كانوا في خير يتوكلون على الله ويعتمدون على الله، مع أن الشرع الإسلامي أمرنا أن نكتب الدين صغيره وكبيره ولا نسأم لحفظ الحقوق. فأقرضه الجنيهات، 5 جنيهات ذهب، وربطهم في صرة، وكان بجواره خيط أحمر، قصاصة خيط أحمر، فربط رأس الصرة بالخيط الأحمر، قالت بعد عام إن يسرها الله أتي بها. هذا الرجل حدثته نفسه الأمارة بالسوء وقالت لا ورقة ولا شهود، من أين له أن يثبت عليك هذا الدين؟ فركب حمارته وأخذ جنيها وصرفه واشترى له غداء، زيتونات، قطعة جبنة، خبزة وطماطة، وجلس تحت ظل شجرة في منتصف الطريق يستروح ظلها يأكل غداءه، ووضع أغراضه بجواره، ومن ضمن ما وضع بجواره صرة المال، وبينما هو يأكل يرفع الصرة يتفقدها فرحان فيها، لأنه ظن أنها شطارة وذكاء، أنه استخلص هذا الماء من ذلك الإنسان دون شرط أو شاهد أو عقد. ثم وضعه بجواره. الأراضي الزراعية يكثر فيها الغربان، مر غراب فرأى الشريط الأحمر ظنه قطعة لحم، فنزل تحت الشجرة خطف، وخطف الصرة وما فيها فعلقت بأظافره ورجله فطار. هذا على طول لفظ اللقمة وقفز يريد أن يمسك الصرة، ما استطاع، طار الغراب، جرى خلفه، خلاص راح اختفى، دخل بين البيوت وراح. هذا لما رأى هذا المنظر استدار إلى القبلة، وجثى على ركبتيه ومرغ وجهه في التراب، وقال اللهم إنك أنت تعلم سوء نيتي والآن تعلم حسن نيتي، أشهدك أنني تبت من ذنبي وخطيئتي، ولأسددن هذا المال إلى صاحبه بعد عام، فاغفر لي يا أرحم الراحمين. فهذا الرجل حمل باقي متاعه، وكان عنده باقي الجنيه اللي صرفه في جيبه، فذهب واشترى فيه كله حبوب، وحرث الأرض وبذر تلك الحبوب على قلتها، وما أن نزل المطر إلا وأنتجت تلك الأرض ما لم تنتجه من قبل، كما يقول الله حبة واحدة، عندما يشبه الله الصدقة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. نعم، كل سنبلة في 100 حبة. وأخذ الرجل يرى يعني غلته ما فيها حشائش ولا ديدان، ولم تتعرض إلى آفات، وتنمو أكثر بأضعاف مضاعفة عن جيرانه، وحصدها وباعها وخلى ثلثها للأرض وثلثها للأكل، وباع ثلثها وتوفر المبلغ، ثم حمل المبلغ إلى صاحب المال الذي أقرضه بعد عام، فجاءه فقرع عليه الباب، قال يا أخي جزاك الله خيرا، أنت أقرضتني هذا المال ووثقت بي وقد يسره الله وزيادة، تفضل هذا مالك. قال ادخل فإن القضية لم تنتهي. قال ها؟ قال نعم. اجلس. فجلس ثم فتح الدرج
وأخرج الصرة برباطها الأحمر. قال: هذا المال الذي أقرضتك، كانت زوجتي تنشر الملابس على السطح وإذا بهذه الصرة تسقط من رجل غراب أمامها، فلما أحضرتها بأمانتها إلي نظرت إليها وإذا هي صرتي وربطتي وناقص جنيه واحد بس، واحترت ما الذي حدث، لعلك قتلت لعلك، فأخذت أدعو لك في ظهر الغيب، الحمد لله الذي جاء الله بك. فلما قال ذلك بكى الرجل الفلاح وأخبره بهذه القصة العجيبة، كيف أن الله علم سوء نيته أولا فرد المال إلى صاحبه بواسطة هذا الطير، فلما غير نيته في الحال وتاب وأناب بارك الله له، وكانت الفرحة حيث أن هذا التاجر رد عليه المال الذي جاء يسدد به وأعطاه الصرة أيضا وما فيها كرامة له. وصدق الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية تراها تتحقق كثيرا كثيرا، خاصة في الجانب الاقتصادي بالذات، أو في حقوق الناس بالذات. كم من إنسان كان يجمع أمواله في الحلال، وخاصة تجار هذا البلد بدأوا، كثير منهم بدأت حياته بالحلال. طيب، اجمعها درهما على درهم وفلس على فلس، ولما جاءت مصيبة المناخ والربا والبورصة والأسهم الربوية وبدأت نيات البعض تتغير، رأوا شبيبة صغارا يدخلون السوق حفاة عراة ثم يصبحون أثرياء بين عشية وضحاها، فساءت نيات بعض التجار بوعد الله، حيث أن الله سبحانه وتعالى وعد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه من الآيات الثوابت. قالوا: لا، كيف يمحق الله الربا وهذيل يدخلون يرابون ويصير الواحد منهم مليونير، ملياردير، قارونير؟ فلما انقلبت النيات دخلوا في الربا، وبعضهم بفضل الله ومنته ثبت، ومعظم الذين دخلوا كان في أموالهم دخل وغش، أما غش قديم أو القلب منطوي على ذنب أو معصية، المهم كلكم تعرفون نهاية السوق والتفليسات التي حدثت فيه، فما بقي له الحلال، إذ دخل الحرام على الحلال فأفسده. أراد الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فأفسده وأحرقه ومحقه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تذكروا هذه الآية جيدا وأنتم في معاملاتكم في السوق، في البيت، في الأهل، مع الجيران، مع الناس، في البيع، في الشراء. إن كنت غافل فإن الله ليس بغافل. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى عندما أخر عقابك أنك مرضي عنك، لا، الله بتأخير العقوبة يعطيك فرصة للتوبة أو يستدرجك إلى نهاية سيئة، الله يكفينا الشر. يعني واحدة من الثنتين، إما يعطيك فرصة للتوبة أو هو استدراج إلى سوء الختام. فلا تفرح تقول: من مثلي، أنا كذبت وما انضريت، غشيت وما انضريت، سرقت وما صار فيني شيء، ظلمت وما صار فيني شيء. لا، انتبه. الموضوع الثالث
ورد في الأثر كما تدين تدان، الذنب لا يبلى والبر لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذه الأخيرة كما تدين تدان، هذه أنت تراها تتكرر لكن ما تحس بها لأنك أنت ترى النتيجة فقط، أما مقدمات النتيجة ما تشاهدها. يعني ترى إنسان صدم بسيارة، بس أنت ترى هذا الحادث، لكن لو تتبعت القصة جيت حق الإنسان قلت له تعال تعال يا أخي أنت احكي لي يعني شنه هذا، بذنب أو معصية أنت شنو؟ يقول لك والله في يوم من الأيام أنا دعمت واحد وهربت وما درى عني ولا الشرطة صادتني ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فالله سبحانه وتعالى يترك سنة وسنتين وثلاث وقد 10 سنوات الله يصبر عليه لعله يؤدي الحق، لعله يتوب، لعله يروح يسلم نفسه، لعله كذا، ما يفعل ما تعول الله يصك صك بالخط السريع في الاسفلت حطمه هو سيارته بعد 10 سنين من الحادث. الله ما نسى وما كان ربك نسيا. فلهذا يعني ينتبه الواحد إلى هذا، كما تدين تدان. والقصة المشهورة في أهل الكويت يرددها الناس بأنه مر قوم على شاب قد أمسك أباه يضربه على رأسه وقد أدخل رأس والده في الطين وفي مدعاب الباب الذي تخرج منه المياه والنجسات، ويضربه ويدوسه على وجهه وراسه، والناس تصيح يا ولد هذا أبوك عيب اتق الله كذا. فلما قربوا منه وهو في هذا الهيجان والطيشان والعقوق سمعوا الوالد في الطين يتكلم ويقول دعوه اتركوه، هكذا فعلت في والدي يوم أن كنت في عمره، وفي هذا المكان وفي هذا الطين. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من الذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، هذا الذنب الذي صاحبه يصاب به مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. نعم، وإصابته له في الدنيا ما تكفر إصابته في الآخرة، الله يكفينا الشر، خاصة إذا قبض وقد انطوى قلبه على العقوق، عقوق الوالدين. إنما تجزون ما كنتم تعملون، كما تدين تدان، يرحمك الله. فأحبتي في الله، هذه حكاية تتكرر، وخاصة الحذر يكون الشديد منها إذا كانت في الأقارب والأرحام، وبالأخص الوالدين. فاللي عنده والد أو والدة وراميهم في العجزة، والله إني أعرف ناس يعني شباب أقوياء وأثرياء وعندهم بيوت وعندهم دور وعندهم سيارات وعندهم أموال وزوجات وخدم، وأبوهم في دور العجزة مرمي. واحد يقول من له خلقه، شايب عايب كحيان مقرف، هناك أحسن له، هناك أحفظ له، هكذا يقول، هناك أنظف له، لا زوجتي تقدر تتابعه ولا يبول بفراشه ويوسخ بفراشه ويزوع علينا، من يتحمله؟ نسي أنه هو كان وهو طفل صغير يبول على ثوب والده ويقضي حاجته في حجر أمه، فتبتسم وتضحك وتفرح وتطيبه وتغسله وتنظفه وتشمه وتقبله وتضمه وتسهر لسهره وتجوع لجوعه، نعم، وتفرح لفرحته. ولما بلغ الوالدان عنده هذا المبلغ قال عنهما هذا الكلام،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال بعض المفسرين جناح الذل، هذه الكناية أو الاستعارة، أن تطير إليهما عند سماع ندائهما ولو كنت في الصلاة النفل كما يطير الطير بجناحيه سرعة واستجابة. نعم، كلكم تعرفون قصة الرجل العابد بني إسرائيل، كان رجل عابد تقي نقي خفي، وكان يوما يصلي فنادته أمه، أي فلان يا عبد الله، كان يصلي قال يقول في قلبه أي ربي صلاتي أو أمي يا ربي، فكمل صلاته ما قطعها ما استجاب لأمه، فلما نادت مرة مرتين ثلاث ظنت أنه يعاندها، قالت عرض الله وجهك للمومسات، والدعوة كيف؟ فاستجابها الله. ومرت الأيام وبقية القصة أنه تسلطت عليه بغي من البغايا الله يكفينا الشر، وراودته عن نفسه فأبى، فذهبت وزنت وحملت واتهمت هذا المسكين بهذا الحمل وجروه وكادوا أن يفتكوا به لولا أن الله أنقذه في النهاية. الشاهد بأن دعوة الوالدين للولد مستجابة حالا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلعن الوالدة أو الوالد الولد مخافة أن يكون الله في هذه الساعة يستجيب فيستجيب لهما. نعم يستجيب لهما. والسيرة والقصص في السيرة يعني تذكر هذا الأمر وتبينه، حتى أن بعض السلف كان من شدة الحذر رأوه، لعله ابن سيرين يضع لأمه طعامها في طبق وطعامه في طبق ويجلس بجوارها يأكل، فقالوا له لما عزلت طعامك عن طعامها وأنتما في مجلس واحد، خلى بطبق واحد. قال أخاف من أن تتحرك نفسها على قطعة لحم أو إدام فأمد إصبعي فآخذها قبلها وأنا لا أدري فأكون من العاقين. انظر إلى الحساسية المرهفة، يعني إذا كان طعامي وطعامها في صحن واحد يمكن هي تريد أن تمد يدها تأخذ الحمى لكن أنا آخذ هذا الحمى قبلها وآكلها فأكون عاقا بهذا، كان المفروض أن أتأنى. شوف انظر، فيضع طبقها ويحط لحمها ويحط أكلها ويعزل نفسه في طبق ثاني حتى لا يتجرأ عليها بخواطر النفس. هذه الحساسية المرهفة كانت تجعل الناس في الماضي بخير. صحيح كانت حياتهم المادية ضعيفة، يعني ما كان يملكون أثاث فاخر ولا سيارات متعددة ولا أموال ولا أرصدة في البنوك ولا ثلاجات مليانة ولا، رحمة الله على أبي بكر الصديق الذي كان يقول أينقص الإسلام وأبو بكر حي؟ والناس الآن أصبح شعار الواحد منهم تنقص الثلاجة وأنا حي. هذه الثلاجة إذا كانت بعد بالمباح، أما إذا كان فيها
وبطول خمر وبطول بيرة وبلاوي، هذا بعد الناس الآن أصبحوا يتفاخرون فيه. نعم والله إني أمر على بعض البيوت يكون بيته بمقابل المسجد، ولما أرفع رأسي هكذا وإذا ترى البار، وهذه كلمة خطأ يطلقونها على مكان شرب الخمر، وهذا ليس بار وإنما هو عاق لربه ولدينه ولرسوله ولكتابه وللمسلمين. نعم يفتخر. إذا نست الخدامة الستارة مفتوحة مالت قاعة الشرب وانت في الشارع تشوف وبطول الخمر مرصوصة، فبعضهم يفتخر ان ثلاجته ما تخلو ولا تنقص، يهبط بطل يرفض ترتفع زجاجة اخرى. فأحبتي في الله، في الماضي كان الناس صحيح كانوا فقراء لكن كانوا في خير، كانت عندهم الرضا والسعادة والقناعة والبركة والأمن. الأمن الآن الواحد يمشي هو خايف، يكون عنده مستوفي كل الاحتياطات، عنده إقامة وعنده وثيقة وعنده جنسية وعنده جواز وعنده هذا ولا عليه دين، ولكن خايف. مين جاء الخوف هذا؟ من قلة البركة، كثرة الذنوب. يذكر لي إنسان مصروع بالجن، وهذه قصة عجيبة غريبة، يعني من عجيب القصص التي مرت علي من خلال علاجي لهؤلاء الناس المبتلين، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. يقول هذا الرجل وهو لا يزال حي يرزق لكنه مريض متهالك، يقول كنت مصابا بالبواسير والدماء لا تقف تنزف، ومصاب أيضا بالكبد وبمفاصل الركب ما يستطيع يمشي. يقول وضاق صدري، ذهبت أتعالج يمينا وشمالا، سافرت، ورجل ثري من الأثرياء، نسأل الله أن يشافيه. يقول وضاق صدري وضاق صدري وضاق صدري، وفي ليلة من الليالي في ظلام الغرفة وأنا سهران، وإذا بي يتراءى لي شخص في الغرفة. يقول فظننت أنني أتوهم. يقول ففتحت عيني جيدا لأتأكد أنني لست بحلمان. يقول وإذا هو فعلا شخص. يقول فدنا من السرير وقال لا تخف، أنت مريض متهالك، ما تقول لو أدخلنا في جسمك مخلوق آخر يتحمل عنك هذا المرض وتطيعنا في كل شيء؟ يقول تحت وطأة المرض والعذاب وكذا وكذا وكذا. يقول فقلت لا بأس. يقول فأحسست كأن هناك عمليات جراحية تجرى لي وأنا ما أدري كيف، ناس تعبث تحت وناس تعبث فوق. يقول ثم قال في النهاية، قال ربطنا معاك جنية تتحمل عنك هذه الآلام، قم. يقول قمت أمشي فعلا. يقول وجدت الدماء وقفت لكن تحولت إلى مخلوق آخر، يعبثون فيه عزكم الله واللواط والبلاء، وينادونه لكي يشرك بالله، ويعني يعني كان المرض اللي فيه يكفر الله فيه ذنوبه، الآن يعني يتوهم أنه شفي، ولكن كما يقول الله فزادوهم رهقا، جاءه الرهق الإيماني، الآن هو خايف على توحيده وعلى دينه وعلى صلاته وعلى بلاءه، في بلاء عظيم وضنك عظيم. الشاهد بأنه جاء إلى المسجد وأخذت أقرأ عليه الآيات والأحاديث فصرع، ولما صرع قلت من الذي صرعه؟ فتكلم هذا الرجل المصروع
وهو لا يعي ماذا يقول، وكأن الذي فيه هو يتكلم. فقال: أنا فلانة يهودية مشركة دخلت فيه، وأنا لا أستطيع الانفصال لأن استعان بالجن فأعانوه، وإذا استمريت في القراءة وخرجت منه غصبا بسبب الآيات سيهلك هذا الإنسان، ينزف دما إلى الموت وتتفطر كبده، فخفت أن تصير جريمة بين يديني. فعلى طول يعني أيقظناه ورشينا عليه ماء فصحى. فلما صحى وطبعا أولاده يسمعون الكلام هذا كله، كان أولاده موجودين في المسجد، فقلت له: وماذا تقول؟ أنت قلت الآن كذا وكذا وكذا وكذا. قال: صحيح، هذا الكلام كله بذنبي، وأني أنا استسلمت وما صبرت على البلاء والأذى، ولو أني صابر على اللي أنا فيه ما صار فيني هذا. ثم قال لأولاده: احملوني. قلت له: على العموم أنت راجع نفسك، إن شئت أن أقرأ عليك ونستمر في القراءة، ولعل الله يشافيك، ولعل هذا الجن الشيطان الخبيث يكذب عليك، ولعل يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لك بإيمانك وتوحيدك، فاذهب وراجع نفسك. ذهب ولم يعد. ولكن أنا أذكر هذه القصة للعبرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال: ولنبلونكم، وهذا الخطاب وجهه للمسلمين مباشرة من محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها المسلمون بالرضا لنهايتها الطيبة التي كان عمر عندما يسمعها يقول: نعم العدلين، الرحمة والهداية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا هو العدل الأول، ورحمة هذا هو العدل الثاني، ثم الهدية النهائية. نعم، قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالهداية التامة بعد الصبر على البلاء. الشاهد القصة والعبرة التي أستخلصها من كلام هذا الرجل، قال في ثنايا حديثه الآتي الذي هو المهم، يقول: وقال هذا الشيطان الخبيث الذي جاءه، قال: أتدري لماذا نحن سلطنا على بعض الناس هنا في هذا البلد؟ وأنتم تسمعون بين الحين والحين فلان مصروع وفلان مصروع وفلان فيه كذا وفلان يقرون عليه وفلان راح السعودية حق علي مشرف يقرأ، اكثرت بين الناس هذه الآن، هذه ما كنا نسمعها في الماضي، وين واحد يذكر من بعيد، الآن اكثرت بين الناس هذه الأخبار، أخبار الصرع والمس والجنون. يقول هذا الرجل، قال يقول هذا الشيطان يخبره بهذه الحقيقة الرهيبة، قال: أتدري لماذا كثرنا نحن وأخذنا نصيب الناس بالمس والصرع؟ يقول: قلت له لا. قال: لكثرة ذنوب الخلق وذنوب الناس، لقد كان على هذا البلد غطاء أمني من الله يحميه منذ سنين، لكن كثر الزنا وكثر الخمر وكثر الربا وكثرت المخدرات وكثرت الذنوب وكثرت المظالم، فبدأ الشياطين يتسلطون والعياذ بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا،
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم الجلب. يقول نحن جلب جينا خلاص وجد الطريق مفتوح، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد، أموال في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيا أحبتي إن للذنوب ثقوب، ثقوب في الغطاء الأمني الرباني الذي يحفظ الله به الأمم بدينها وطاعتها. للذنوب ثقوب للقلوب، وجرح الذنب لا يبرأ وجرح الشوكة يبرأ. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كل الناس يخافون عقباها إلا الله ما يخاف عقباها. نعم، شوف ليش الآن الحرب العالمية الثالثة ما تقوم؟ ليه؟ كل الاستعدادات لها متوفرة، أكثر من الحرب الأولى وأكثر من الحرب الثانية. ما كان في الحرب الأولى والحرب الثانية عابرات وناقلات وحرب نجوم وأقمار صناعية ورؤوس نووية عابرة وقنابل نيترونية وألكترونية وإنشطارية، ما كان هذا موجود كله، وحروب جرثومية منوعة وحرب غاز أعصاب وبلاوي، هاي ما كان. كل الظروف مهيئة الآن لكي تقوم حرب عالمية ثالثة. لماذا لا تقوم؟ لأنهم يخافون عقباها. ذاقوا عقب الحرب العالمية الأولى وعقب الحرب العالمية الثانية، ذاقوا ملايين المشردين والمشوهين والجوعانين والتدمير والقتل بالجملة بالملايين، فأصبحوا يخافون. أما الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم، فالذي يسير بطريق الذنوب والمعاصي ويصر فليعلم أن هناك رب يأخذ بالذنب ولا يخاف العقبى. لا إله إلا هو. وعلاج هذا الأمر الطاعة وتكثير الصالحين ودفعهم إلى مقام المسؤولية والحرص على البطانة الصالحة للمسؤولين، فإن البطانة الصالحة دائما وأبدا صمام أمان، والبطانة السيئة إسفين ما ندري متى ينفجر فيدمر كل شيء. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. من أراد بنا سوءا والمسلمين فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نذل في سلطانك، أو نقهر أو نضطهد أو نشهر أو نفضح، والأمر إليك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا ننسى أن نذكرك أيها المستمع الكريم بأن خير ما تقدمه للشيخ أحمد القطان دعوة صالحة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. وإن أي امرأة توافق على الزواج
برجل عنده امرأة أو عنده امرأتان غيرها وقد بلغت من العمر عتيا عمرها فوق 25 أو 30 ثم تتزوج رجلا مسلما من هذا النوع، إنها في نظري النساء الجاهلات امرأة جاهلة حمقاء، ويقولون لها وفق ما فهموه من الأفلام والمسلسلات أنت امرأة جاهلة لا تعرفي مصلحة نفسك، ابقي في بيت أهلك تتسيبين في الشوارع وفي الأسواق وتلاحقين الشباب بنظراتك وتتمتعين بصوت الهاتف وبمشاهدة الهابطين في الأفلام وفي غيرها. يقولون لها هذا القول وهو مصادمة للفطرة، لأن كل امرأة عندها طاقات غريزية وعندها شهوة ركبت عليها لا بد وأن تفرغها إما عن طريق الحلال أو طريق الحرام، فأي ذلكم أحق؟ أوقفوا هؤلاء الجهلة يا أخوان هداكم الله، من بين الصفوف امسك هذا الذي يمر من عندك، أوقفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة في الله، عندما نقف أو يقف أكثرنا ضد التعدد في الإسلام فإنه يحصل احتمال واحد من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يتزوج كل رجل صالح للزواج بامرأة صالحة للزواج، ثم تبقى واحدة أو أكثر بدون زواج تعيش حياتها لا تعرف الرجال، ويبقى هذا الرجل على مقصورا على امرأة واحدة وهو يشعر برغبة إلى غيرها. والاحتمال الثاني أن يتزوج رجل صالح للزواج بامرأة واحدة فقط ثم تترك الأخريات بدون زواج، وهذا الرجل الذي تزوج بامرأة يصبح عنده طاقة ورغبة إلى غيرها فينطلق إلى النساء الأخريات التي حرمنا من الزواج فيتمتع بواحدة أو بأكثر عن طريق الحرام. افهموا هذه التقسيمات، الأول أن يتزوج رجل صالح للزواج بامرأة واحدة فقط، كل واحد بواحدة كما هو الحال فتبقى أعداد كثيرة من النساء بدون زواج، ويكون عنده رغبة ولكنه يكبت هذه الرغبات ويقصر نفسه على هذه المرأة فقط لجراء هذه العادات المشينة. الثاني يتزوج ويجد عنده رغبة بامرأة واحدة فقط ولكنه لا يحبس نفسه على هذه المرأة فينطلق إلى النساء الأخريات التي حرمن من الزواج فيتمتع بواحدة أو بأكثر عن طريق الحرام. الاحتمال الثالث وهو الصحيح الموافق للفطرة أن يتزوج الرجال الصالحون بأكثر من امرأة، بواحدة أو باثنتين أو بثلاث. هذا الأمر الثالث فيه تعدد، فيه إشباع لغرائز الرجل، وفيه موافقة للفطرة، وفيه إنقاذ لعدد كثير من النساء. فالاحتمال الأول فيه ما فيه من الأخطاء، والاحتمال الثاني فيه ما فيه من المصادمة للفطرة الصحيحة ومخالفة للإسلام، حيث أنه قصر نفسه على امرأة واحدة في الظاهر ولكنه يتمتع بغيرها. الأول والثاني موجودان بكثرة في مجتمعات المسلمين، رجل يقصر نفسه على امرأة
وتبقى البيوت مملوءة بالنساء. رجل يقصر نفسه على الزواج الشرعي بواحدة، ولكنه يطلق نفسه يطلق العنان لنفسه ويتمتع كيف يشاء بطريق الحرام. الأمر الثالث وهو القليل هو الموافق للشرع، الذي يتزوج بأكثر من واحدة يحصن نفسه ويحصن النساء وينقذهن ويقلل عددهن في المجتمعات، وبذلكم تجد هذا المجتمع الذي فيه التعدد هو أطهر المجتمعات وأنقاها وأحسنها وأوفقها مسايرة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من فوائد التعدد فوق ما مر معكم أن المرأة معرضة لكثير من الأمراض والآفات، وقد تقف عن النسل في سن مبكرة، أو قد تصاب بمرض يمنع الرجل من التمتع بها، فأبيح له أن يتزوج بغيرها ليستمر النسل وليجد متعته ولذته في غيرها، ولا يمنع أن يحسن إليها وتبقى معه طول حياتها ما دام محسنا إليها. وتلاحظون أن بعض الرجال يمتد به العمر إلى 70 وأكثر وهو قادر على معاشرة النساء، وعنده من القدرة على الإخصاب والنسل ما يمكنه من الزواج، فإذا بقيت زوجته الأولى معه 20 أو 30 سنة وقد حرم من النسل وحرم من التمتع بها لإشباع غرائزه، فإن هذا الأمر حدث من جراء انتكاس الناس وبعدهم عن الإسلام. أما التشريع السماوي فإنه يبيح له الزواج ما دام مستطيعا. ثم بهذا يرد على من يتزوجون بنساء يقفن عن النسل في سن مبكرة أو يصبن بأمراض وآفات، والرجل في نصف عمره أو أقل أو أكثر بقليل، فتجده محبوسا على هذه المرأة محتجا بالقدر، يقول هذا قد كتب لي، هذا ما كتبه الله علي، هذا وهذا وهذا. هذه تعليلات لا قيمة لها في الإسلام، لأنه إنسان قعد به حظه وجلس، وإلا فإنه مكلف بأن يبحث ويطلب امرأة غير هذه المرأة ليستمر نسله.